بقول لها ربنا يصبرك. و معلش انا عايزه اوصل رساله للرئيس القادم ان شاء الله ايا كان، بقول له احنا مش عايزين حاجه خالص من البلد غير حق اولادنا، غير القصاص. احنا مش هنقبل باي حاجه، وكرسي الرئاسه ده هيبقى لعنه على اللي هيقعد ومش هيجيب حق الثوار وحق الشهداء. وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الكل من قتل شبابنا.